نتواصل مع الشاب إلياس وكنا متاثرين الحقيقه بالحاله اللي وصل ليها، وبما انه هو مشجعين ديال فريق اتحاد طنجة، ففريق اتحاد طنجة وفر له واحد منصب الشغل قار مع الفريق ديالنا ومرحبا به عندنا، وكنقولوا له يعني تينا واحد منا، اذا استطاع فريق اتحاد طنجة انه يعني يعمل بسمه على الوجد إلياس غنكونوا حنا فرحانين في فريق اتحاد طنجة، وكذلك غتكون مساعده انه تكون عنده رجل يعني توفروا له رجل اصطناعيه. ولكن اهم من هذا الشيء هذا هو انخراط اتحاد طنجة ومع مع الشاب إلياس، وكنتمناو اننا نكونوا استطعنا اننا نرسموا البسمه على الوجه ديالو وعلى العائله ديالو. وفريق اتحاد طنجة هو فريق ديال المدينه، وإلياس هو جزء من المدينه، وعادي جدا ينخرط فريق اتحاد طنجة في هذه المبادرات بحال هيدا، وكنتمناو اننا نكونوا عند حسن الظن ديال إلياس، وكنقول له مرحبا بك في الخدمه ديالك اللي غتكون هذا المنصب الشغل غيكون كيناسب الحاله ديال السي إلياس. بزاف المكتب المسير اتحاد طنجة وجميع الاعضاء ديالو، زعما الصراحه فرحت بزاف، جاني اتصال ديالهم على غفله وفرحت بزاف، واحد الفرحه اللي ما يتصوراش الواحد، انك يعيط لك انسان ويقول لك تخدم وان شاء الله نعدلوا لك رجل اصطناعيه. راه هذا هو الحلم ديالي اللي كنت كنستناه انا، وجا من عند الفريق اللي كنبغيه بزاف، يعني هو اتحاد طنجة واللي كيبغيوها جميع الاطفال الطنجاويين اصلا كاملين عامه. وكنشكر سي ابرشون وسي بالخيدر ومكتب مسير اتحاد طنجة كاملين زعما الصراحه على هذه المبادره الطيبه ديالهم، يعني هي ماشي مجامله ولا باغيين نبانوا على الناس، لا الصراحه ملي اتصل معايا فاجأني، ما بغاش تيقول لي السميه ديالو، بغاش تيقولوا لي السميه ديالهم كاملين بهم، يعني ما بغاوش يقولوها لي، قلنا هادشي خصنا نخليوها يعني الله سبحانه وتعالى. ولكن يعني نتوما اضطريتوا تعرفوا، حتى هو ما بغاش يخبى وانا ما بغيتش بيدي نخبى، حيت هادشي كامل خصو يبان. وكنشكر القناه اللي صور معايا باش وصلت انا لهادشي، وكنشكر الشعب كامل هو اللي وقف معايا، الشعب الفيسبوكي الصراحه، وباش وصلت انا لهاد البلاصه هادي واستودعوني. وكنشكر الشباب اللي وقفت معايا، راهم عارفين راسهم شكون هو اخي انا علوان ورضا والدراري اللي واقفه معايا كاملين، والحمد لله هادشي كامل بفضل الله سبحانه وتعالى. وان شاء الله غادي نكون بحسن الظن ديالهم، كيف ما هما حسنوا بيا انا غادي نحسن بهم ان شاء الله، وما غاديش نخيب الظن ديالي فيهم. وشكرا بزاف شكرا بزاف، وكنشكر جميع الناس اللي وقفت معايا، والحمد لله هذا الفضل الله سبحانه وتعالى. فعلا دابا انا حتى اللسان ديالي عجز ما يقول بعدا ملي شفت هذه الحاله هذه، وشاب زعما عايب علينا ولا ما نوضناش عاوننا هذا الشاب هذا، واللي ان شاء الله غادي نوظفوه معنا، وكذلك باش كذلك نعملوا ديك الرجل الاصطناعيه باش نشوفوا حتى هو شاب بحالو بحال الشباب ويكون فرحان. هذا هو اللي كيهمنا، وهذا هو المهم ديال كره القدم، هو هذا الجانب الاجتماعي. لا نوضنا كنعملوا هذه العمليات، هذا هو الربح ديالنا، واخا كنتكرفسوا فيما يخص التسيير عقل ربحنا بحال هذا الشيء هذا، والجانب الانساني هذا هو المهم في كره القدم. وكنتمنوا لك التوفيق، الله يشافيك.